الحين احنا اليوم ثاني يوم لنا في البنشاك في فلتنا بجنب فلتنا الجميلة. هذه الفلة اللي احنا ساكنين فيها، هذا ولد حارس الفلة، هذا المزارعات يزرعون الرز، مزرعة الرز المجاورة للفلة. فهذا الصباح الجميل، اليوم الجميل، الاثنين 19/10/1437 للهجرة. هذه حرمة حارس الفلة العجوز، هذه هذا صاحبنا، كيف حالك؟ هذا الرز، شوفوه هنا، هذه نبتات الرز، طلعونها حبة حبة وبعدين يزرعونها، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هي طلع الحين حبة حبة، شوفوها هنا موجود مجموعة، لكن هي طلعها حبة حبة وتزرعها بعدين حبة حبة ون ون. شوفوا كيف حبة حبة. طيبين ما شاء الله تبارك الله عليهم، ما شاء الله تبارك الله عليهم. شوفوا كيف حطها، شوفوا كيف. شوفوا كيف زراعة الرز. شوفوا كيف طريقة زراعة الرز. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه اللي تمشي قدامي حرمة حارس الفلة وتشتغل معانا هناك، طيبة ما شاء الله. جايبت لهم شاهي، شاهي ها، جايبت لهم شاهي كريم مكاسي. سما سما، هذا الشاهي جايبته للعاملات هذولا. طبعا المزرعة تابعة لصاحب الفلة ما شاء الله تبارك الله. شوف الرز، هذه هي نبتة الرز، هذه هي نبتة الرز، شايفين الطين حقها كيف. وهذه هي طبعا هذا الرز نوع البرياني، من البرياني. وهذه أحاول أطلع حبة واحدة، هم يزرعوها حبة حبة، شوفوا بالطريقة هذه ها. وبعدين يقوم بغرسها في المحل هذا. أنا الحين أحط الوحدة هذه زيهم، يحفروا لها شوية هنا، خلاص يحطوها زي كذا زي ما تشايفين ها، خلاص زي كذا. وبعد 4 أشهر بإذن الله تعالى تثمر الكثير من أكياس الرز. هذا اليوم الجميل، وهذا هنا برضه الموز في نفس المزرعة، الموز ما شاء الله تبارك الله موجود في نفس المزرعة. هذه مزرعة حلوة وجميلة فيها كل شيء، أخذكم جولة عليها. هذا برضه موز ثاني هنا ما شاء الله تبارك الله. الحين كمان نقدم قدام شوية، شوف الرز هذا يجمعوه حطوه في الطين، شوفوا كيف الآن، شايفين كيف، شايفين كيف. هذا يحطوه في الطين ويزرع رز في النهاية. هذا مسجد صغير موجود في هذا المكان ما شاء الله تبارك الله. واصل الجولة هذا المزرعة الحلوة والجميلة، هذا المكان الجميل. شوفوا هذا الثمار ما شاء الله تبارك الله، هذه ثمرة أسأل الله العالم ثمرة إيش صراحة. عندهم فاكهة اسمها الدوريان تشبه لها، ما أدري إذا كانت هي ولا لا، أسأل عنها بعدين. نعود بنفس الطريقة الآن،
نكمل الجولة على هذه المزرعة الحلوة المجاورة للفندق. نعم شجر الموز، الموز عالي شوية ولا كان قطفت لي حبة. شوف كذا، اي والله عالي ما شاء الله تبارك الله. اشرقت الشمس الان الساعة قرابة 8 الصباح، واليوم امس وليل امس امطار قوية وغزيرة ما شاء الله تبارك الله. الجو اليوم حلو مشمس، نقدر نتمشى شوية ونقدر نصور شوية. شوف الرز كيف، هذا باقي يفكوه من بعض وينزرع حبة حبة، هذا ينتج الرز زي أبو كاس والشعلان، وهذه كلها مزرعة هنا أيضا تابعة لها. الحطب هنا، هذا المكان الجميل، شوف المنظر الحلو الجميل هذا. هنا منطقة زراعة هذه الورود ما شاء الله تبارك الله. شوف الجلسة الحلوة الجميلة هذه، تخيل نفسك جالس هنا في الصباح بدري مع دلة القهوة ومع الكيك وأمام هذا المنظر الرباني الجميل، سبحان الله العلي العظيم. نطلع الآن من الجلسة ونواصل من هنا. هناك مزارعات يزرعون الرز، شوف الورود هذه كيف تتفتح الآن مع الصباح ما شاء الله تبارك الله. شوفوها هنا كيف، هذه باقي ما تفتحت، سبحان الله العلي العظيم. شوف انا حاطين الرز مجمعينه هنا عشان يزرعوه هناك بعد شوية. هذه شجرة الليمون هنا، مواصلين الزراعة. هذا ورق شجر الموز، هذا كلها أحواض للرز، تزرع حبة حبة ما في سوى حبة حبة. إيش هذا رز؟ رز إيش هذا بعد يجي زي أبو كاس هذا؟ أيوة زي أبو كاس. أو زي أبو كاس ها؟ شعلان زي سوى ها؟ ودي ماكينه بعدين تلا رز ابيض. اربع شهر هذا ها؟ اي اربع شهر تلا رز. اربع شهر ان شاء الله. ثري مكاسي. سما شكرا. يبقى سكاله ولا لا؟ الحين احنا نجي انا اشوف، هذه هي مدام هنا بيت هي تكلم هي تسوي شغل. انا ايوه هذا هنا حارس. ايوه حارس. أيوه. هي كلم انا اسوي شغل. أيوة. انا اشوف لو هي تعبان شويه ولا شيء انا اكلم انت ان شاء الله. كم يوم بابا يجينا؟ انا هنا 10 يوم ان شاء الله. ايوه ان شاء الله 10 يوم. أيوة. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. هذه من الاخوات اللي كانت تشتغل في الرياض، ثري مكاسي. هذا كانت تشتغل في الرياض. ما شاء الله. تكلم عربي ما شاء الله تبارك الله. هذاك الاخوان اللي هناك قدام شويه ودوني الجوله على النهر هناك. اصور لكم النهر مره ثانيه ان شاء الله. الان هذا الطريق
ايوه هناك، ايوه انا اشوفه بعدين، الحين فطور بعدين نشوفه ان شاء الله. شكرا. طيبين ما شاء الله تبارك الله عليهم. ايش هذا؟ ايش اسمه هذا ثمر هذا؟ ايش هذا؟ هذا دريان؟ دريان هذا؟ هذا اكل ها؟ ما شاء الله. هذاك فاكهة، أشر له على الأول قلت لكم عليها. هذاك هناك فاكهة، هناك آخر كذا حبة. إيش هذا هناك؟ هذا السمسم دريان. أيوه هذا سكون. سكون سكون؟ أيوه. إيش سكون؟ أكل برضو هذا؟ ما أدري، هذا سكون سمسم، سمسم دريان كذا. سمسم دريان ها؟ لكن مو دريان هذا. أيوة. هذا ولدهم الصغير انكسرت الدراجة حقه، عنده الدراجة انكسرت، بجيب له دراجة إن شاء الله قدام أروح. شكرا. 10 يوم إن شاء الله. أيوة إن شاء الله، ما في مشكلة، ما في مشكلة إن شاء الله. أنا أشوف هذه إذا هي كلم تعبان ما يبغى، أنت على طول شغل إن شاء الله. كلهم يبغون يشتغلون مساكين، لكن حرمة الحارسية اللي قال تبغى تشتغل. طبعا هذه بوابة الفلة حقنا، هذولا يلعبون هنا. طبعا هذا هو اسم الفلة، فلة كيتا 6. طبعا الطريق هذا فيه من فلة كيتا 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 إلى 6، والظاهر انه فيه كمان غيرها. أقدمكم بس قدام شوية عن هذا المسجد الحلو الجميل اللي نصلي فيه، المجاور للفلة تماما. هذا هو المسجد ما شاء الله تبارك الله، مجاور لنا للفلة، وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أنهار تمشي عندهم في كل محل ما شاء الله. هذه برحة المسجد الصغيرة هنا، هذا هنا باب المسجد. هذا المسجد ما شاء الله تبارك الله، إنما يعرف مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بسم الله وعلى بركة الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مسجد حلو وجميل، مبني ببناء مسلح جميل. هذا مصلى للنساء هنا ما شاء الله تبارك الله. هذا الفلة حقنا، شوفوها هنا، هناك حامل الكاميرا، حامل فبركون اللي يصور مني. هذا حديقة المسجد هنا، شوف المساجد عندهم كيف يتم المحافظة عليها. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، المساجد عندهم محافظ عليها، دورات المياه أكرمكم الله، محافظ عليها بمحافظة عالية جدا. هذه الفلة اللي احنا ساكنين فيها، أعود لها الآن. هذا تصوير بسيط قدمته لكم عن الفلة والمنطقة المحيطة المجاورة لها، والتصوير القادم إن شاء الله تصوير عن الفلة وعن محتوياتها وعن حديقتها إن شاء الله. الصغار هذول على الدباب، المياه الأنهار جارية عندهم ما شاء الله تبارك الله في كل محل. هذول عيال حراس الفلة، عائلة محترمة جدا جدا إلى أعلى الحدود. فلة كيتا نمبر 6. هذا بابنا، باب الفلة. دخلنا الآن، هذه هي الفلة الحلوة الجميلة. إيجارها اليومي قرابة 900 إلى 1000 ريال، لكن للأمانة تستحق
بموقعها وجمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله دغريري يحييكم مرة أخرى. اليوم الاثنين 19/10/1437 للهجرة، من هذا المكان الجميل بجوار فلتنا في الجبل الأخضر بنشاك، فيلا كيتا 6، هذا النهر الجاري الجميل الذي لا يبعد عن الفيلا إلا أمتار قليلة جدا. والحمد لله، وأقدم لكم هذه المشاهد الجميلة من بنشاك جوار فيلا كيتا 6. يسمع إلا صوت المياه العذبة، ماء زلالة، سبحان الله العلي العظيم في هذا النهر الجاري الجميل بجوار أشجار الموز وأشجار التين والكثير والجوافة والكثير من أنواع الفواكه في هذا المكان الجميل في هذا الجو الجميل في بنشاك الجبل الأخضر. ألتقيكم بإذن الله تعالى في مكان جميل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله دغريري بنشاك، الاثنين
19/10/1437 للهجرة، وطبتم وطابت أوصادكم بالخير والمسرات، وعلى الخير نلتقي، والسلام عليكم.